هزرنا كتير وضحكنا كتير في الحلقة. طبعا. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. عايز تتكلم جد ولا ايه؟ لا خالص، انا بتكلم معاك في كل حاجة، انت عارف انا مش عارف اخبي عليك حاجة. انت عايز تخليها هزار طول الوقت ومش هينفع في الفقرة دي اي هزار، مطلوب منك ترد بصراحة على كل اللي اتقال والجمهور مش بيضحك عليه. طبعا. وما تفكرش كتير عشان تقول الحقيقة. ده انا صريح طبعا. ماشي. على طول. انت قلت لي في مشوارك التدريبي رحت وادي دجله شويه، والمعلومات اللي عندنا اللي كان موجود هناك او ممكن المنصب الاعلى منك كان وائل رياض شيتوس. زميلك وحبيبك ودفعتك وعشره عمر، بس حسيت اللي هو بيعاملك مش التعامل اللي يليق بيك. قول حقيقه. شفت خالص. بتفكر ازاي؟ لا مش بفكر، بس انت خلي بالك انا علاقتي مع وادي دجله اقوى من الرياض. انا وانا جاي قبل وادي الرياض، يعني انا جاي وادي دجله قبل وادي الرياض. انا علاقتي بشمهندس ماجد سامي في ليرس من 2013، يعني من 2012 2013، فانا موجود في دجله قبل ما هو يجي. ولعبت، انا راجل مسيرتي في وادي دجله، انا لعبت في نادي ليرس، النادي من وادي دجله المملوك للمهندس ماجد سامي. فعلاقتي بيه بمهندس ماجد سامي كانت اقوى من وادي الرياض. هو فعلا كان بيعاملك مش كويس؟ جينا نتكلم، هي الظروف الكيمياء مش ماشيه بالظبط. بالعكس انت خلي بالك شادي، لما احنا انا اعرف شادي، عارف صاحبي ازاي، عارف اتعامل معاه، هيبقى ليك عليه شويه. طبعا، بس انت بتتكلم بتلاقي حاجه تانية مختلفه تماما، وتلاقي حاجه تانية بتخش في حاجات انت مالكش فيها بتخش فيك. او انت عايز تبين للناس اللي انت شخصيه معينه او اسلوب معين، مع ان معلش العكس لو جيت تتكلم الحمد لله انا كاسمي الحمد لله كان اقوى. تتكلم على بطولات نفس الكلام، تتكلم على راجل لعبت منتخب مصر الاول متوشه كتير جدا، لعبت في دوري اوروبي مختلف، لعبت بلجيكا وفرنسا، فكل حاجه المعطيات مختلفه. فلما تيجي تعمل حاجه زي كده المفروض تعملها على حد ما يعرفش انت اتعاملت معاه ازاي، او انت ما يعرفكش انت اتربيت معاه ازاي. هي عشان اقفل الموضوع ده خالص، او لا اتصدمت فيه؟ طبيعي طبعا طبيعي. خلاص هغير الموضوع. خلي بالك هي دي الحياه والموجود، وانت بتشوف النهارده انت في منصب ماسك حاجه كويسه بتبقى موجود. اللي بيدوم في الاول والاخر يا شادي العلاقات والحب بين الناس يعني. من ضمن الصدمات اللي عايز اقولها لك واسمع رايك بسرعه، ان العصفوره قالت لي ان انت كنت قاعد في بيت فرج عامر رئيس نادي سموحه، وكان الوقت ده الكابتن ميمي عبد الرازق هو اللي موجود، وكان بصدد التغيير، وكنتوا بتتغدوا تقريبا في البيت. صح الاول ولا لا اللي انا بقوله؟ هو كان بالليل، ما كانش. تمام كنت موجود اللي انا بقوله. ثم قرر اللي هو هيجيب الكابتن شوقي غريب. خليك ماشي معايا واحده واحده، صح ولا لا؟ بالجهاز بتاعه، وكان معاك كابتن حماده اعتقد، كان في حد ثالث، كابتن كمال عبد الواحد، كابتن حماده صدقي. تمام. ثم الراجل كلمهم وهو جنبك، واول ما جه الجهاز اول حد مشوه احمد ابو مسال. لا هي من الظروف، مش هي في حاجات متشابهه. يعني هو كان موجود مش مهندس فرج، انا علاقتي بيه كويسه جدا، انه راجل انا بحبه لحد دلوقتي يعني. كان في راي انا عايز اجيب مدير فني، فبيتناقش شايفين مين على الساحه، بيتكلم عادي، بياخد رايك، انت لعيب كبير في الفرقه موجود. فكان لسه مخلصين هم كاس الامم اللي هي مع كابتن حسن شحاته، وخلاص خلصوا ودخلنا. فبيقول لي، فطرح قال لي شوقي غريب، قلت له كابتن شوقي غريب مدرب كبير، مدرب كويس جدا، اسم كبير وكده. وحصل اتصال مع كابتن شوقي، انا كلمته كمان، حصل اتصال مع كابتن شوقي. وبعد كده حصل مذبحه بورسعيد، بورسعيد كانت موجوده في القاهره، وطبعا الدوري اتلغى. وانا كنت جاي، خلي بالك من الظروف دي، انا كنت جاي من نادي الانتاج الحربي، كنت هداف نادي الانتاج الحربي وانا بكلفت. فالنادي الحربي مشتريني ب 500,000 جنيه، السموحه مشتريني ب 500,000 جنيه، يعني رايح بفلوس. فبعد السنه اتلغت، يعني البطوله اتلغت. السنه اللي بعديها اللي هي المفروض هنبتدي موسم جديد، كنت ماضي سنتين، المفروض اخر سنه ليا مع سموحه. ايوه المفروض انا موجود في الفرقه، لو انا موجود خلاص يعني انت جايب فلوس لازم تكمل السنه الثانيه. جيت لقيت نفسي مش موجود في الفرقه. هو كابتن شوقي غريب قال بياخد فلوس كتير مشي فعلا؟ انا في لعيب حكى لي قال لي حصل كده. انا كان عادي ساعتها، كان عايش مش كتير يعني، كنت بتتكلم مثلا العادي كان 900 في المليون، داخل في المليون. فساعتها كانت خلي بالك في عقود اعلى بكتير يعني، كانت بتتكلم اعلى بكتير. بس احنا بنتكلم في، انا كنت طبعا زعلت عشان
عشره وانت اللي مربيني وانت اللي عارف الاستاذ ايه. كنت معاه في المنتخب طبعا وانت خلي بالك يا شادي الحمد لله يعني انا اللعيب الوحيد اللي في الفرقه ما كانش ليه احتياطي. يعني انا منتخب الشباب لعب منتخب شباب واولمبي وكل الفتره دي كلها وانا بلعب على طول. زعلت اكتر في الكواليس، خلينا ندخل في الموضوع على طول، لما الكابتن شوقي راح الانتاج الحربي ثم مشاك تاني مره. عايز تضحك. طبعا انت خلي بالك انت بتيجي في وقت زي ما انت قلت كده الدنيا بتتغير وبتشوف حاجات ما كنتش شايفها. جيت تتكلم مثلا بتخلق الناس اعذار انت بتحبها، يعني انت بتحب حد بتخلق له اعذار، بالذات انت عندك عشره معاه ومنتخبات شباب واولمبي واول ومدربك. حسيت اللي هو موقف شخصي للتاني لما حصل في الانتاج؟ حسيت طبعا 90%. انت خلي بالك قلت له حاجه؟ لا خالص ولا اي حاجه، خلاص هو شايف اللي هو هينجح بالناس دي براحتك. بس انا بكلمك اللي احنا كنا في الانتاج الحربي كنا مصعدين الفرقه انا وكابتن مؤمن سليمان، وكابتن مؤمن سليمان خلاص مشي وانا مكمل، والناس بتاعت الانتاج الحربي علاقتي بيهم كويسه بالنسبه عشان ابويا في نادي الانتاج الحربي واخويا في الانتاج الحربي برضك، فعلاقتي بالناس كويسه وانا كنت هداف النادي. وخلي بالك في موقف كبير برضك كمان الاداره اللي انا شايلاه، اللي انا كان ليا 300000 جنيه بقيت مستحقات سبتهم نادي الانتاج الحربي ومشيت. فانا موجود مع الفرقه ومسكت بطلت مسكت، صعدنا الفرقه لقينا انا قلت طبعا خلقت له عذر اللي هو كان راجل كنت انا موجود لعيب، فقلت ممكن انت هو شايف اللي انت قليت شويه او مستواك قل شويه يعني بتخلق له عذر، فانت موجود في موضع اداري دلوقتي او فني طبيعي اللي انت هتبقى موجود معاه. بس الناس حتى كانت بتقول خليه مدير كره خليه ومساعد انت ما رضيش. طبعا لقيت ناس بتقول لك ده ساب الاجتماع ومشي. فانت بتتكلم في حاجه يعني اتصدمت في الموقف ده برضه؟ طبعا طبعا. انت خلي بالك كل الصعاب دي كلها بتخليك بتبقى شايف الرؤيه بالموقف الصح، عشان كده انت بتقول لي حتى في اول كلامي معاك اللي انا اتغيرت. اتغيرت الاحسن اللي انت بتشوف مين في الوقت الصعب اللي بيقف جنبك، مين اللي بيقدر يساعدك، بالذات انت كنت في بوزيشن في مكان انت ما كنتش موجود فيه. مش يعني كل الناس بتساعد الناس بعد الكوره، معاملاتها بتتغير طبعا. بص يا شادي انا عايز ابقى عارف الكوره برضك الحمد لله ربنا كرمني ان انا كنت بحافظ على نفسي بشكل كويس، بنيت نفسي في فرنسا بشكل كويس جدا، فلما رجعت الحمد لله رجعت كويس عايش نفس المستوى عايشه اللي انا كنت لعيب كوره فيه. فالحمد لله لما تيجي تتعامل مع حد عارفين احمد ابو مسلم صريح. ما عنديش ما بلفش او ما مثلا ما بضربش في شادي عشان حد تاني، لا انا صريح ليا وجهه نظر ليا شخصيه، عشان كده تلاقي الناس كلها عارفه ان انا صريح وش كده يعني ما اعرفش اسلم عليك وانا زعلان منك، لا مش هسلم عليك مش هروح نهايتها خالص. فده مبدا فيا، ممكن ناس تفكرها ليا ده عيب اللي انت بتقول لك ماشي امورك وبتاع، لا انا شايف الناس بتبقى واخده منك موقف من زمان انت خلاص الموضوع ده. في ناس بتبقى قريبه منك في الحياه وانت في الكوره وبعد الكوره بتتغير كتير طبعا. خلي بالك المواقف بتوريك كتير وتشوف حاجات كتير جدا. في ناس كتير جدا قربت ليك في الفتره اللي انت بتاعت الكوره دي، بعد ما بطل كوره الموضوع بيختلف، بالذات زي ما انا قلت لك نقطه مهمه، لو انت مش عامل حاجه كويسه او ارض كويسه واقف عليها هيبقى عندك الموضوع مختلف. طول ما انت الحمد لله ربنا كرمك وربنا سترك وماشي بمستوى كويس ومعيشه معينه هتلاقي الدنيا بالنسبه لك خلاص ده ماضي خلاص قفلته. انت فاهم ازاي؟ لو انت محتاج لحد مش هيقدر يساعدك. بس انت بتزعل من ايه بقى يا شادي؟ لما انت تكون حد حاطط فيه ثقه كبيره جدا وعشره وانت في حته وهو في حته خالص، وهو تلاقيه هو عايز يعمل لك اي حاجه، عايز يمحيك، عايز يخلص، مش عايزك موجود. طبعا انت يا راجل ده الحمد لله ده احنا عملنا لك اسم كبير، احنا عملنا لك اسم كبير جدا، اسم ما حدش كان بالجيل اللي كنا موجودين فيه، لو انا جمال حمزه ابو جريشه رضا شحاته ابو المجد مصطفى الناس كلها، ده احنا طلعنا لك ثالث العالم. وانت ببلجيكا كان الكابتن هاني رمزي هناك موجود، تعامل معاك كويس ولا نفس التعامل؟ لا خالص كابتن هاني رمزي علاقه بيه كويسه جدا، هو حتى كان على نفس الطياره اللي انا جاي فيها، العلاقه كانت عاديه جدا والحمد لله. انا كنت هناك من ضمن اسباب اللي كنت موجود في ليرس ماتش اللي هو بتاع باراشوت دوت اللي هو جبت هدف البقاء الدوري، فذكريات جميله. وخلي بالك انا رحت ليرس زي ما قلت لك 2013، دي بدايه علاقتي مع المهندس ماجد سامي، راجل بحبه جدا، راجل محترم، شخصيه كويسه جدا، عشان كده بقول لك انا من بدري قوي انا في دي. فهناك كانت علاقه كويسه جدا، انا رحت كمان بعد فرنسا فكنت اللغه بالنسبه لي سهله جدا، التعامل مع الاوروبيين بالنسبه لي مش جديد عليا، فالموضوع في بلجيكا كان من ضمن السنوات اللي انا كنت انا احترم اللي انت قلته. بس انت اشتكيت كابتن هاني رمزي لماجد سامي؟ ده خالص، ده انت خلي بالك مش احنا، ده احنا كنا مصريين خلي بالك كتير. ليه؟ احنا كان الفتره دي كان في الدوري توقف ومسافرين، كان المهندس ماجد عمل اعاره للفرق كلها، كان الدوري توقف هنا لعب بدرجه ثالثه هناك بناس، وليرس دعمه بالناس اقوياء، انا كنت رايح قبل كده فعشان يستفاد بفتره التوقف هنا،
فاحنا كنا مصريين، فكنا مثلا في اجازه مثلا يومين او يومين في 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 البلاي اوف اللي هي بطوله هناك، فاليومين دول بننزل مصر وبنرجع تاني، انت فاهم ازاي؟ فكانت نقطه كلها احنا كمصريين المفروض نسافر التمرين النهارده الساعه 9 الصبح، فقلنا للكابتن هاني ممكن نخليه الساعه 8 ونص عشان ناخد الطياره من بروكسل على 10 نوصل مصر هنا 2. فالكابتن هاني قال لك لا، والاجانب ما عندهمش مشكله يعني، اجانب انت خلي بالك ممكن نتمرن من الساعه 6 وعادي 8 الصبح عادي، فاحنا ناخره نص ساعه او ساعه الا ربع نقدمه عشان نلحق الطياره. فكنت انا المصريين كلهم، فالكابتن قال لا لا، فخدنا بقى اضطرينا ان احنا ناخد طياره من هنا من بروكسل لتركيا، ومن تركيا نيجي على مصر، انت فاهم ازاي الموضوع؟ فلفينا لفه كبيره جدا، واليومين اليوم هيضيع بقى لي يوم راح، فضلك يوم تاني. فكل المصريين كانوا بيقولوا يعني قالوا يعني يعني يا ريت يعني هو ساعدنا، الموضوع بالنسبه لنا سهل يعني. ابو مسلم الاب بالدنيا وما فيها والام زي ما انا قلت، ورحيل الاب والام اكيد اثر فيك، ده اللي انا خصوصا اللي انا عارف ان انت كنت قريب منهم بشكل كبير يعني. في ناس كده ما تبقاش حنينه معاك، مش موجوده، تبقى سند معاك دار، خصوصا اللي انت الناس كلها بتحبك والناس كلها بتحترمك جدا وعارفه انت طيب جدا، واجهت ده الاول؟ لا طبعا، فقدان الاب والام حاجه تانية مختلفه بالذات. كمان خلي بالك الفتره اللي فاتت دي صعبه بالنسبه لي، اللي هو الشهرين اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات بالظبط، ما كملناش شهر، اللي هي اختي الكبيره طبعا تتوفى في اسبوع، والاسبوع اللي بعديه كان والدي. وانت خلي بالك يعني صدمتين كبار جدا بالنسبه لي. اختي الكبيره بالذات كانت قريبه مني جدا. طبعا ووالدي طبعا كان كل حاجه كنت بتكلم معاه فيها، وكان باخد رايي معاه في كل حاجه، وكان قريب جدا، وكان هو اقرب واحد تيجي تقول له كل حاجه يقول لك ما طب معلش وانت شفته. والدي كان حنان جدا يعني، فالفتره دي بتفقد الحنيه كلها موجوده. طبعا مراتي موجوده ربنا خليها لي، واخواتي وكل حاجه، بس زي ما انت قلت الاب سند كبير، وكان في فتره تعب معايا فيها كتير جدا، كان في ظهري على طول، وامي طبعا، فالموضوع بيبقى مش بيعدي بسهوله، الواحد لسه لحد دلوقتي مش مدرك يعني. يعني لسه بتخيل، بقعد مع نفسي كده فتره بنسى يعني الدنيا، بروح التمرين وارجع وكده، بس بتيجي موقف معين او حاجه معينه بتبقى في دماغك بترجع تاني، مش بتبقى الموضوع بيبقى صعب، لسه التكرار بيبقى صعب بالنسبه لي. ابو مسلم يعتذر لمين في اوضه اللبس النهارده؟ والله انت عارف انا ما بزعلش حد خالص يعني، بس اكيد لو في اي حد عامه في يعني واخد مني موقف او في حاجه، انا ما زعلتش حد خالص في حياتي، وخلي بالك الحمد لله من جوايا انا قلب ابيض، عمري ما بشيل لحد واي حاجه، بس في مواقف يا شادي برضك بتزعلك يعني، بتزعلك بالذات من الناس القريبه منك يعني، انت بيكون حد قريب منك بتشيل منه، ببقى زعلان، ببقى زعلان جدا، ببقى زعلان انت لا يعني الموضوع مش كده، كل حاجه هتروح. النهارده كنا بنلعب، دلوقتي احنا متفرجين، دلوقتي احنا من مشجعين، كل حاجه هتروح، مش هيبقى منك الا الذكرى الطيبه اللي بعد ما يعني زي ما احنا اتكلم النهارده في اول حلقه عنوان اللي انت عملته، ودي حاجه مميزه اللي انت بالكابتن حمد امام، دي الذكرى كويسه، الناس كلها تفضل تتكلم على اخلاقه وعلى روحه وعلى الكلام ده كله، التعاملات يا شادي انت عندك من الدين معاملات، فلازم الحاجات دي كلها تبقى الناس فاهمه كل النزاعات الموجوده دي ملهاش اي قيمه. ابو مسلم شرفتني ونورتني في اوضه اللبس النهارده.